قبل دقائق فقط أعلنت الرئاسة التركية بدء هذا اللقاء بين إردوان وميتشوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني في مدينة إسطنبول من أجل التركيز في هذه المحادثات على تطورات الملف الأوكراني ودور الوساطة الذي تقوم تركيا بمحاولة القيام به بين الجانبين الروسي والأوكراني. الجانب اليوناني كما هو الحال مع الجانب الأوروبي بشكل عام يدعم هذه الوساطة التركية، محاولات الوساطة التركية إذا صح التعبير بين الجانبين، ويدعم هذه الخطوات والإعلان التركي عن الرغبة بتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني في أوكرانيا. إلى جانب ذلك طبعا من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه المحادثات بين إردوغان وميتشوتاكيس هي محادثات مهمة جدا، لأنها تأتي بعد توترات متصاعدة بين الجانبين التركي واليوناني، ولكن الآن يبدو أن هناك هدف مشترك أو نقطة مشتركة بين الجانبين تجمع الفرقاء التركي واليوناني في هذا الأمر، وهي التطورات المتعلقة بالملف الأوكراني. من جهة ثانية هناك المحادثات التي ستتم خلال زيارة أولاف شولتس يوم غد، المستشار الألماني الذي سيصل عمليا يوم غد إلى العاصمة التركية أنقرة، سيجري محادثات تركز بشكل كامل على التطورات في أوكرانيا، وبالتأكيد هو يدعم الموقف التركي في هذا الإطار، أو يدعم محاولات الوساطة التركية بين الجانبين الروسي والأوكراني، ويدعم الموقف فيما يتعلق بما أعلنته أنقرة بأنها ترغب من خلال المحادثات التي استضافتها وترغب باستضافتها في الفترات اللاحقة، وما يتعلق تحديدا بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة في أوكرانيا. هذا الأمر يأتي في إطار هذه المحادثات بين إردوغان من جهة وبين رئيس الوزراء اليوناني من جهة ثانية والمستشار الألماني من جهة ثالثة، تأتي في إطار التنسيق التركي مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام ومع الدول الغربية بشكل أوسع وبما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل كانت هناك تصريحات مهمة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو في المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قال فيها إن هناك طلب من نظيره الروسي المساعدة في إخراج إجلاء الرعايا الأتراك من المدينة المحاصرة التي قالت بعض المصادر إن هناك مسجد فيها قد تعرض للقصف. هو نفى حدوث مثل هذا القصف للمسجد وقال إن القصف تم في محيط هذا المسجد وليس في المسجد بشكل مباشر. نتحدث عن مدينة ماريوبول على وجه التحديد، وقال إن هناك إنه لا توجد خسائر بشرية بين من هم في داخل المسجد، ولكن بسبب أن الأوضاع تحولت إلى قتال شوارع في تلك المناطق فإن عمليات الإجلاء باتت أكثر صعوبة. وفي هذا تم الطلب بحسب ما قال من الجانب الروسي بأن يتعاون مع الجانب التركي في هذا الإطار من أجل إجلاء الأتراك وإدخال المساعدات الإنسانية. الجانب الرسمي التركي وبعجالة لينا يقول إنه يسعى بشكل حثيث لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني في تركيا، ومتحدث الرئاسة التركية قال قبل يومين إن هناك تطور مهم قد حدث في هذا الإطار، وإن هذا اللقاء مثل هذا اللقاء قد يحدث بشكل محتمل في وقت قريب بناء على هذا التطور. هو لم يحدد الموعد ولم يحدد تفاصيل إضافية، ولكن بشكل عام هذا يعطي انطباع أو يعطي فهم بأن تركيا ماضية في محاولاتها من أجل استضافة مثل هذه القمة انطلاقا من ما تقول إنه دور الوساطة، ولكن بالمحصلة دور أو موقف تركيا هو أقرب كما نعلم إلى الموقف الأوكراني منه إلى الموقف الروسي، وهذا يعقد الوساطة التركية.